نجار سيبنا لوحدنا. انت بقى اللي هتعدل المايل. العب غيرها يا ضوي. خلاص بطلت اقف مع الباطل وانا فاكره اني بقف مع الحق. انت هتعمل ايه؟ ما تخافيش. انا عايز اقتلك هقتلك وادفنك مكانك. محدش هيسالني. عارفة ليه محدش هيسألني؟ عشان كل اللي ممكن يسألوني زحتهم عن طريقي. وباب الجنة بقى ملك لوحدي. باب الجنة؟ أيوة. الكفور الثلاثة بقت كفر واحد اسمه باب الجنة. أنا كبيره. وعرض عليك عرض ما يترفضش. نتجوز. نعم. اللي سمعتيه اتجوز ونحكم باب الجنة سوا. لو رفضت هنسيبه يموتها ولا ايه؟ بس ده مش صريخ موت يا سوسو. صريخ ايه؟ نجار مولانا تكتفها والمايه دي تجيبها لي على المقبره. أنا عايز لوحده. ما تتصنطيش. مش هتسمعي حاجة. عجبتني فكرة إنك ترجع الحرامية. ما نفسكش تحكم الكفور. نفسك وانا عارف انه نفسك. انا بعرف كل حاجة فما تحاولش تدري. نفسي واللي طولها لك. مش فاهم. انا هخليك كبير الكفور عشان اطولها لك. انا لازم اقف على رجلي. بس عشان ده يحصل أنا محتاج ناس متسني أقدر الروح. ودول هجيبهم لك إزاي؟ هيكمم نفسه بالشالة. الكلام المباح في الكفر هو حاضر ونعم وبس. أي حد هيتشاف من غير الشال عقابه هيكون ضنار هيتاخد منه للأبد عشان يكون غفير من غفر. أنا كنت خلصت منك
ايه اللي كان رجعك تاني؟